نادي زاد عاوزين نوصل بيه ان احنا نبقى مجتمع زاد، مجتمع مختلف، مجتمع اجتماعي، مجتمع ثقافي، مجتمع طبي، او النادي هيبقى فيه جامعة رياضية، او النادي هيبقى فيه امور طبية بشكل كبير جدا. عايزين نعمل بنية تحتية جيدة في كل الرياضيات، يبقى عندك ابطال مطلعهم بجد، وبعد كده نبتدي نبص بقى الابطال دي هتكون موجود لينا بره، هتكون موجود هنا، نعمل بنيه تحتيه موجوده للرياضي المصري. احنا معانا اسامي كبيره جدا زي ما انت شفت، يعني احنا بادئين من البدايه، وكل تعاقداتنا مع النجوم دي 4-5 سنين، فالنجوم دي هتكون موجود معانا عدد كبير جدا، هم بيكونوا العين في وقت من الاوقات، بيكونوا لجنه كشافه. معانا اسامي كبيره جدا في قطاع الناشئين، معانا بروسيا دورتموند، مدرسه الماني شغالين معاها بشكل جيد، فهنكون موجودين في محافظات مصر كلها الفتره الجايه للجزء ده بالذات. يعني الحته دي الحقيقه احنا شغالين عليها بشكل جيد، يعني احنا بنروح في الصعيد وهنفتح في اكتر من حته، مش بس كره قدم، كره قدم وتنس وسكواش، يعني عندنا طموح كبير ان احنا نجيب الشباب، وبعدين بنعمل رعايه كامله كمان للشباب، يعني الموهبه بناخدها ونتبناها ونبقى عارفين ده بعدها 10 سنين هيبقى رايح فين. عندنا اولاد جايين من محافظات قاعدين بيتين هنا بنرعاهم، اولاد صغيرين وشغالين عليهم برده بشكل جيد في اكاديميه زاد.